كل المحليات وهدير الزمول وانطلاقة الزمول. اذا اول المراكز تواجد شاهين على المركز الاول وينطلق. اذا مع اول المراكز ومع هنالك الانطلاقه الجميله شعار هنالك احد الاخوان المشاركين والمتواجدين بهذه الانطلاقه الجميله شاهين لحمد بن محمد بن بطي المنصور يقدم لنا شاهين مع المركز الاول ومع افتتاحيه النداء المركز الثاني تواجد وتقدم الجبر عبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي مع المركز الثاني ثالث المراكز هنالك التواجد من قبل من يتواجد من حاب صالح بن علي بن جابر المطوع المري يقدم لنا من حاب مع المركز الثالث رابعا وتابع التسلل من قبل من انطلق الى المركز الثالث وتواجد مياس تعود المكيل محمد بن عبد الله بن معضد النيادي رابعا اتابع من يتواجد سراب المبارك بن مظفر العامري خامسا يصل مياس ناصر بن محفوظ من خميس مع المركز الرابع ومع ايضا احد الشعارات التي صالت وجالت وخصيصا مع السن الكبار والزمول الشعار الزعيم العيناوي المركز الخامس من الجانب الايمن من حاف تعود الملكي لصالح بن علي بن جابر المطوع المري وايضا المركز السادس يتواجد بهذه اللحظات ظبيان لمتعب بن عبد الله الفيدان المري احد ابناء الشحانية قادم للمشاركة بهذا الشوط المركز السابع وتابع التواجد والانطلاقة من قبل سراب عوض بن سعيد بن سويلم الاكتبي والمركز الثامن يتواجد شعار بن محميد برفقة سوقان مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد المري مع المركز الثامن وتاسع المراكز وتابع التواجد من شاهين لا اذا مع المركز التاسع يتواجد شاهين تعود المكيل الغرير بن محمد بن قانم الاكتبي مع المركز التاسع والمركز العاشر وتابع تواجد شاهين محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري. هذا هو النداء الاول للعشرة المراكز الاولى. بدأت الامور تشتد صعوبة مع انتصاف المسافة. انتصفت مسافة هذا الشوط وانتصف المستوى الفني وبدأنا بفتح سجلات جديدة بيضاء من المنافسة ومن ايضا تغيير وتبديل المراكز مع الثلاثة كيلومترات المتبقية. اعود مع الصدارة اعود مع شاهين من يتواجد مع المركز الاول حميد بن محمد بن بطل المنصوري يقدم هذا المسمى مع اول المراكز ومع هذه الانطلاقة الجميلة. ولكن تغيرت الامور وسارت الامور لصالح جبر. الجبر بدا يقدم هذا الانطلاق الجميل وبدا ينطلق مع الصدارة. تعود الملكية العبيد بن حمد بن مطوع اضحي الاكتبي ولكن ايضا تغيرت الامور مع الصدارة وانطلق من حاف. الله يا من حاف صالح بن علي بن جابر المطوع المري احد ابناء الشحانية قادم للمشاركة وايضا تسجيل نقطة في هذا المهرجان وفي هذا الحفل والعرس التراثي الجميل. في ختام الوثبة هنالك من حاف ينطلق مع الصدارة والمقدمة يتواجد ايضا تقديم العروض المميز وايضا انطلاق بزمام الامور. المركز الثاني يتواجد بهذه اللحظات جبر عبيد بن حمد بن مطوع اضحي الاكتبي. المركز الثالث يتواجد حامل الرقم ثلاثة يا لحالات الصدف حامل رقم ثلاثة على المرتبة الثالثة مياس محمد بن عبد الله بن معضد النيادي. المركز الرابع اتابع تواجد وتقدم شاهين حميد بن محمد بن بطي المنصوري خامس قادم شعار بن فهدان هنالك ينطلق مع المركز الخامس وهنالك شعار بن محميد قادم مع المركز السابع
الرابع اذا مع الصدارة ابن الشحانية ومع المركزين السادس والسابع ايضا، وهنالك اسماء قادمة ومنافسة قوية ما بين هذه الشعارات والاسماء المميزة بعملية البحث عن ناموس هذا الشوط وعن تسجيل نقطة بهذا المهرجان وعن انتزاع السيارة ومادة الزعفران المادة التكريمية التي تكرم بها الثلاثة المراكز الأولى. هذه المادة جميلة اللون وطيبة الرائحة. إذا نعود إلى الصدارة مع تجاوز لافتة 1500 متر بدأت الأمور تشتد خطورة وترتفع درجة حرارة هذا الشوط وبدأت الأسماء تتغير بهذه اللحظات والزمول بدأت بالهدير. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة والمقدمة وتواجد جبر غير جبر أثار جبر وانطلق مع الصدارة عبيد بن حمد بن مطوع الاختبي يكتب اسمه بحروف من ذهب ويقدم لنا جبر مع المركز الأول. المركز الثاني يتواجد من حافة صالح بن علي بن جابر المطوع المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث يتواجد شاهين الغرير بن محمد بن قانم الاكتبي او الغرير بن محمد بن قانم الاكتبي مع المركز الثالث. هذه الثلاثية الجميلة مثلث الناموس الذي يضم هذه الاسماء الكبيرة ولكن جبر الله جبر مع الصدارة جبر مع المقدمة هنالك ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة ومع أول المراكز ومع تقديم هذه الانطلاقة المميزة. عبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي يقدم جبر مع الصدارة ويتقدم شعارة مع المقدمة ومع أيضا مباعدة تامة على الأسماء المتواجدة. ولكن بدأت الأمور هنالك أسماء قادمة أسماء واصلة ولكن سبقة ولو جبر خاطر ينطلق جبر مع المركز الأول ومع الصدارة من حاف قادم وهنالك القدوم من سراب سعيد بن ناتب بن نابت بن خيله العامري مع المركز الثاني. ولكن جبر ما زال على الصدارة ما زال على المقدمة ما زال بالقيادة وبالريادة لمجريات هذا الشوط. ولكن السيارة تحتار ما بين جبر وما بين سراب سراب وجبر جبر وسراب. يا سلام اللحظات الأخيرة أمتار الناموس أمتار الحزم ولكن جبر سلام الهير سلام سلام وتحية واحترام لمالك جبر. عبيد بن حمد المطوع الضحية الكتبي المركز الثاني كان وصول من قبل سراب لسعيد بن نابت بن خير العام المركز الثالث كان الوصول من قبل طبيان لمتعب بن عبد الله بن راشد فهد المر. المركز الرابع كان التواجد من قبل من حافل صالح بن علي بجار مطوع المري. والمركز الخامس كان التواجد من قبل سراب محمد بن راشد بن تريس الظاهري. نهني جميع الفائزين حظا اوفر لمن لم يحالف الحظ بهذه الانطلاقه. نشاهد لحظه اعاده شوطنا السابق وهذه المنافسه الجميله التي تجري على ارضيه هذا الميدان. توقيت الزمن 9:51 الثانية جزئية من الثانية. نهني مالك جبر عبيد بن حاتم طوع أضحي الكتبي المركز الثاني كان الوصول من قبل سراب. توقيت الزمن 9:51 ثانية 9 جزئية من الثانية. الثانية والتبريكات لزفالي مالك سراب سعيد بن نابت بن خيل العام. المركز الثالث كان الوصول من قبل طبيان. توقيت الزمن 9:54 ثانية جزئية واحدة من الثانية. الثانية تبركان لمتعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري على حصول طبيان على المركز الثالث. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحية وها هي انطلاقة